طوابير على مد البصر لشاحنات محملة بمختلف أنواع البضائع، وضع سائد منذ أسابيع عند هذا المعبر الحدودي بين البنين والنيجر. مالافيل أغلق وهو الذي كان يعد من بين أكثر المعابر ازدحاماً في غرب إفريقيا. بعض سائقي الشاحنات الذين تقطعت بهم السبل نصبوا خياماً مؤقتة وأوقدوا ناراً للطهي، يبدو أنهم يستعدون لانتظار طويل. لقد عرقنا هنا في مالافيل منذ 22 يوماً، لا توجد تجارة هنا ولا أي شيء. إن البقاء هنا مكلف حقاً، يكلف اليوم الواحد أكثر من 10,000 فرنك عن الشاحنة الواحدة. الآن لا نعلم ما إذا كنا هنا بسبب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أو بسبب مشكلة الانقلاب في النيجر، لا نعلم. لم يأتي أحد إلى هنا ويسألنا ماذا تريدون، ماذا تأكلون، أو يسأل عن صحتنا. بإغلاق المعبر البري يلجأ بعض التجار بعيداً عن حرس الحدود إلى تكديس الأشخاص والبضائع على متن قوارب خشبية وعبور النهر إلى النيجر. معاناة يتكبدها هؤلاء يومياً، وهي أحد أوضح المؤشرات على تأثير العقوبات المفروضة على النيجر من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس. يجب عدم السماح باستمرار هذا الوضع، إن هذا القرار يلحق أضراراً بالدول. لديك كوت ديفوار مثلاً، حتى لو أغلقت حدودها فإنها لا تحد النيجر، السنغال أيضاً، ولكن الأمر يختلف بالنسبة لبنين. بنين بلد عبور بطبيعته، هذا سيؤثر على اقتصادنا. قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن العقوبات وإغلاق الحدود أثرتا على إمدادات النيجر بالمواد الغذائية الحيوية والأدوية. كل أسبوع يمكننا القول إننا بحاجة إلى أكثر من 100 لقاح. في بعض الأحيان نقوم بتلقيح 30، 40، 60، حتى 80 طفلا في اليوم. تعتمد النيجر على نيجيريا في تأمين ما يصل إلى 90% من احتياجاتها من الكهرباء، ولكن بعد الانقلاب على الرئيس محمد بازوم قطعت أبوجا جزءا من إمدادات الكهرباء كجزء من العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. إذا استمر انقطاع التيار الكهربائي فهذا يعني أن البنزين سينفذ، وأن هذه الغرف الباردة لن تحصل على الكهرباء بعد الآن، وبالتالي فإن كل تلك اللقاحات التي تبلغ قيمتها مليارات الفرنكات قد تضيع. هذه هي مشكلتنا الرئيسية. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف حذرت من أن الأزمة في البلاد لا تزال تشكل خطراً متزايداً على ملايين الأطفال المحتاجين في النيجر.